شي مرة جربت الشاي بالفخار؟ في شي غريب بشرب الشاي بأكواب مصنوعة من الطين، مادة عم توحدك مع الطبيعة وتنقلك لأبعاد تانية. قليل ما تشوفوا محل مختص بالشاي وتقديمه بالطريقة التقليدية. لقينا محل كتير ظريف في منطقة ويمبلي في مدينة لندن. المحل اسمه تشاتشا. اللي بيميز هذا المحل انه بيقدم الشاي بكافة انواعه وعنده كونسبت كتير حلو كتير ظريف. القائمين على العمل هن من الباكستان والهند. كاركتر المحل مفعم بالألوان وبيدمج ما بين التاريخ والفنون التشكيلية اللي بتعكس ثقافة شعب جنوب آسيا. فكرة المحل بترتكز على تقديم الشاي بالفخار، لأنه هدفهم أنه يستعملوا مواد قابلة للتدوير. طبعاً الفخار واحد منهم، وهيك بيكونوا حافظوا على الطريقة التقليدية لتقديم الشاي، بنفس الوقت كمان حافظوا على البيئة. الشيء الحلو هون بالمحل أنه عنده مساحة كتير كبيرة، وفي كمان جنبهم مكتبة، وبنفس الوقت حاطين شاشة هون، فكل اللي بيقعدوا هون في عنده الإمكانية إنه يقعدوا يتفرجوا ويسمعوا الميوزيك ويشربوا شاي. يعني الأجواء كتير فريندلي. فكرة إنك عم تشرب بكاسة مصنوعة بأيدي الحرفيين ضافت قيمة أكبر لهالنشاط البسيط وربطتك عاطفياً بالمكان، وخصوصي بس تعرف إنه الكاسة اللي بتشرب فيها تاخدها معك على البيت كتذكار. نحن جربنا اليوم نوعين من الشاي، واحد منهم هو السيجنتشر تبع المحل، عامل خلطة خاصة فيه ومتميز فيها. أما النوع الثاني هو شاي الكرك، وبصراحة النوعين كتير زراب. والله تعال. نتمنى فيديو اليوم يكون عجبكم، فلا تنسونا من الدعم. نشوفكم فيديو جديد.